السلام عليكم اخوان. في التنسيقية الوطنية لمنتجي الافوكا بالمغرب، كيف ما كنعرفوا ان الفلاحة هذه عرفت واحد الازدهار كبير في بلادنا، والناس اقبلت على الزراعة ديال هاد الشجرة هذه بكيفية يعني كبيرة. غادي المشكل اللي غيوقع هي ان غادي يوقع عندنا الانتاج بوفرة، ولكن هذا الانتاج غيكون مهدد بقلة الجودة. الجودة هي اللي غتولي تتحكم، وهي اللي غتولي سيدة الموقف. يعني خصنا نوجدوا راسنا باش ننتجوا واحد الانتاج اللي غيكون عنده واحد الجودة ممتازة، باش يكون مقبول عندنا بواحد الثمن اللي كيرضي وكيشرف هاد الفلاحة. من بين الملاحظات اللي كنلاحظ اللي كتقدر تنقص لنا من الجودة ديال لافوكا، وخا كنعطيو برامج ديال التسميد وبرامج ديال السقي بواحد الطريقة يعني لا بأس بها، إلا أنه كنقدروا كنقدروا نمشي لنا هاد الانتاج، جودة هاد الانتاج بواحد السبب اللي هو مهم كذلك، وهو التقليم. وكنفرطوا في هاد القضية ديال التقليم، لانه هادي بقى ناقصانا بزاف، وبزاف الناس بزاف يعني الناس اللي كيديروا لطاي خصهم يحقوا في هاد القضية هادي، لانه هذه الشهادات تبقى فرضية، والواحد خصو يكون تنتبه وكيحط الملاحظات ما بين عينيه من وراء التقليم، يعني من في هذه الوقيته ديال الانتاج، وكيشوف دوك الاغصان اللي خلا، واش عطاو شي جوده، واش عطاو كي مدير السلعه ديالهم. بزاف الحوايج هنا قدام واحد جوج ديال الامثله. الشجره اللي فيها واحد الاغصان هي اغصان قديمه، نقدر نقول فايته 3 سنين. هاد الاغصان في الاول راه كتشوفها منوره وحاطين النواره بواحد الطريقه كثيره، كيكون السبب ديالها هو الستريس، ولكن من بعد ملي كتشد ديك النواره وكتكون مكتظه بالانتاج ما كتعطيناش واحد الجوده، وكلها النص هاد غالبا اللي تيطيح في التربه كيطيح كيمشي، وحنا قدام عينينا كنشوفوا الجوده ديال هاد الاغصان هادو. هذا غوص الحقيقه في الاول اللي ما كانش عليه يبقى ما قاد يهز والو، حتى السلعه ديالو كتجي رقيقه، ما كيعطيش شي انتاج اللي هو سلعته كلها رقيقه، ومن بعد تيبقى طياح، ما كيعطيش شي انتاج اللي هو مزيان. فلهذا خص الخدمه تكون من الاول حتى الاخير، الواحد خصو يرد بالو مزيان كل مرحلة التقليم خصها يعطيها حقها، ويعرف بلي راه كاين الاغصان لي زورغان دو بروديكسيون، دايما كنا كنهضرو عليهم، كاين لي زورغان دو بروديكسيون اللي ما عندهم ما يقعدو يديرو في الشجرة، صافي عطاه واحد العام يمشي وحالهم صافي على هاد الاغصان هادو. ودايما نحاولو نشبو الشجرة بواحد الطريقة يعني تقنية، ودايما الغصن اللي هو قديم كيفوت 3 سنين ما كيبقاش يعطي مزيان كنحيدوه، ودائما نفكروا اننا نرومبلاسيوه. هذه شجره مثال، نمشيو نسوقوا مثال واحد الشجره اللي كانت مزبوره مزيان والاغصان ديالها صحيحه. الغصن كيفاش داير بكثره السلعه، هذا كان مهزوز من كثره السلعه، ها هو طاح الارض، الانتاج ديالو وشاد كاع السلعه ديالو، شاد السلعه والسلعه ديالو ممتازه، طاليب جوده، وهذاك الشيء اللي عنده راه قاد عليه، قاد هزو الطيوح ديالو ما كاينش كثير. للاخوان هذه ملاحظات، دائما تنخليو الرومبلاسون، هذا عطانا السلعه، وهذا دائما غيبقى العام الجاي، الغصن هذا العام الجاي غيعطينا، غيكون موجود باش يعطينا السلعه العام الجاي. هذا الغصن وكذلك هذا، كتشوفوا كاع هاد الاغصان هما الاغصان ديال السلعه ديال العام الجاي. هادي عطاتنا السلعه تحيد، ولكن العام الجاي حنا ردنا بالنا ومخلينها يعني
الاغصان ديال فيتير برودكشن. تشوفوا السلعة طافرة. إذن هذه ملاحظة من الملاحظات، الواحد يرد لها البال باش ما يضيعش داك الجهد ديالو اللي كيدوز كاع في العام يضيعو بواحد التقنية اللي كان عليه بإمكانه يعني ميتريزيها. السلام عليكم.